إذن مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام، شاهدنا أشواط الثنايا، شاهدنا الانطلاقات الرائعة، شاهدنا المنافسة القوية. 13 شوطا تنافس من خلالها أبناء القبائل في هذا اليوم السابع من شهر فبراير لعام 2014 للميلاد، كما أذكر بانطلاقة الفترة المسائية والخاصة هناك بهجن أصحاب السمو الشيوخ بمشيئة الله والتوفيق، سوف تكون في تمام الساعة الثانية من ظهيرة هذا اليوم. نأتي بكم إلى هذا الملخص، وهذه انطلاقة الفترة المسائية كما تشاهدونها عبر أيضا شاشة أبو ظبي الرياضية. نأتي بملخص هذا الصباح ونأتي بهذه الانطلاقات الجميلة والرائعة. هنا بعد لحظات قليلة من المخرج أبو طلعة أسامة الهواري، لك التحية، نأتي هنا بملخص هذا اليوم. ذهب مع نهب رايد بن سعيد بن محمد الصيعري صاحبة التوقيت الأفضل، 12 دقيقة 48 ثانية، وفاء وتماما وكمالا تهانينا والناموس للصيعري ولأبناء المملكة العربية السعودية على هذا الفوز والانتصار. شوطنا الثاني كانت المسحبية هي صاحبة هذا الفوز لسيد سالم بن عبد الله بن حمد الأدهم المري، تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. 12 دقيقة 51 ثانية وأربع أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. شوطنا الثالث كان هناك رامي لسعيد بن حليس العويسي القادم من السلطنة للمشاركة ب 13 دقيقة 7 ثواني 9 أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس. شوطنا الرابع المتحد لسالم بن عبد الله المري، هو من أيضا بن سعد المري هو من فاز بهذا الشوط، 13 دقيقة 20 ثانية وجزء واحدة من الثانية، تهانينا والناموس. بينما شوطنا الخامس والخاسر بالابكار المحليات الاصيل، كانت الساحة هناك هي الفائزة في الامتار الاخيرة مع هذه المنافسة القوية لعتيق بن عبيد بن سعيد بالهلي، هو من فاز بهذا الشوط ب 12 دقيقة 57 ثانية 6 اجزاء من الثانية، تهانينا والناموس. بينما شوطنا السادس عادت الخميسة مرة أخرى لتضيف إنجازاتها الرائعة والجميلة مع إنجازاتها الماضية هنا في هذا الموسم الصغير، بن علي بن يزرب العامري من أهدى هذا الفوز إلى أهالي العين وأهالي الزاخر ب 12 دقيقة 52 ثانية 8 أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. شوطنا السابع والخاص بالجعدان المحليات الأصايل، استطاع هملول لعبد الله بن محمد بشين الكثيري بعد الفوز والانتصار هنا في هذا الموسم والعودة من الوعكة الصحية ليكون هنا بين أحد المنتصرين ومهدي أهالي الوثبة هذا الفوز والانتصار. 13 دقيقة 18 ثانية 3 أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس. شوطنا الثامن والخاص بالجعدان المهجنات الأصايل، استطاع الحنيش للدودة بن قنازل بن مسلة بن حمرور العامري هذا الفوز والانتصار في الأمتار الأخيرة لينتزع بساط المركز الأول في منطقة الثيل، ومعلنا هذا الفوز ومهديا أهالي الوقن. 13 دقيقة 14 ثانية 9 أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس لتبدأ جولة أخرى من جولات هذا الصباح الرائع والجميل. وبداية الجولة الثالثة ويعلن بن عنودة هذا الفوز والانتصار مع منحاف هذه السلالة العريقة ومنحاف لصالح بن محمد بن عنود العامري، أهالي الساد يستاهلون التحية والاحترام. 12 دقيقة 52 ثانية وفاء وتماما وكمالا، تهانينا والناموس. بينما شوطنا العاشر والخاص بالابكار المهجنات الاصايل، استطاع الدمع لمحمد بن عبيد بن علي بن يزرب العامري، تهانينا والناموس على هذا الفوز ودمعه وانتاج المختبر ايضا من خلال تواجد الفحل هناك بالمختبر. 13 دقيقة ثانية 1.8 اجزاء من الثانية، تهانينا والناموس، انتصارات رائعة مع هذا الاسم الجميل. بينما شوطنا الحادي عشر وكان مياس لحمد بن عبيد العرطي الحميري ايضا سجل انجاز مع انجازاته المتكررة، كان ايضا احد الابطال في مهرجان زايد التراثي في الطفح وكان 9.37 يومها، واليوم ياتي هنا في 8 كيلومترات في هذا الاختبار ب 13 دقيقة 12 ثانية 5 اجزاء من الثانية، يستاهلون هالي منازف هذا الفوز والانتصار بمدينة العين دار الزين. بينما شوطنا الثاني عشر والخاص بالابكار المحليات الاصايل، كانت الذهيبة الحاضرة
بشعار منصور بن الرملي بن محمد العامري، هي من انطلقت من الجانب الأيمن مؤكدة هذا الشعار ومهدية أهالي مصانع الجنوب وأهالي الوقن هذا الفوز والانتصار. 13 دقيقة 5 ثواني 9 أو 5 ثواني 9 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. بينما هناك أيضا يأتي شوطنا الثالث عشر والخاص بالأفكار المهجنات الأصائل. استطاعت النشمية لسعيد بن نابت بن قيل العامري أن تدخل دائما كما عودتنا في منطقة السيل وتنتزع المركز الأول لتضيف إنجاز آخر مع إنجازاتها المتكررة. سعيد بن نابت بن قيل العامري تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. 13 دقيقة 9 ثواني وفائنا تماما وكمالا. هكذا كانت الانطلاقات مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام. شكرا لكل الزملاء الذين تواصلوا معي بالوصف والتعليق. شكرا للمخرج أسامة الهواري. شكرا ليوسف بن قاسم محدثكم سالم بن علي الحبسي. استودعكم الله ولنا لقاء في تمام الساعة الثانية من ظهيرة هذا اليوم، وإلى الملتقى.